في دمشق وحدها تشدو الحناجر ترنيماً في تقاطع زمني بين المناسبات الدينية والأعياد الوطنية. ففي كاتدرائية سيدة النياح في حارة الزيتون أقيمت أمسية ترنيم بيزنطية قدمتها جوقة القديس إستفانوس المنشئ البطريركية وجوقة الكلية القداسة بمشاركة نخبة من مرنمي أبرشية دمشق المباركة بقيادة المرنم الأول الأب رومانوس الأسطى. هي مجموعة أناشيد روحية مرتلة بطريقة بيزنطية. كون بطريركتنا الروم الكاثوليك منتشرة بالشرق ما بين سوريا ولبنان وفلسطين، فحبينا نعمل تشارك بين كل هالبلدان. في عنا كورال من لبنان إجا، وفي كورال من دمشق هون مع مجموعة من الكهنة منتشرين على الأبرشيات، اجتمعوا مع بعض حتى نعمل وحدة إذا فينا نقول من خلال هالأناشيد اللي أناشيد بتدل على عيد الفصح عيد القيامة. الأمسية تضمنت عددا من الترانيم الروحية من وحي زمن القيامة وبحضور غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وغبطة البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى لكنيسة السريان الأرثوذكس في العالم وسفير الباباوي في دمشق ماريو زيناري. رسيتال اليوم أنا بالنسبة لي بشوفه حفل ضروري لنرجع لجذورنا، لنرجع لموسيقتنا، لنرجع نحكي من وين اجت الموسيقى كلها. يعني اذا موسيقيا بنحكي هلا بنفكر بموسيقى سوريه، موسيقى المنطقه، بنشوف انه بنرجع للاصول الموسيقى السريانيه، الموسيقى البيزنطيه، الموسيقى العربيه كلها تحتت مع بعضها لنوصل لموسيقتنا الحاليه. فمن الضروري انه نسمع هدول الالحان، نسمع هدول انا بسميهم الاغاني، هي ترانيم ولكن بنفس الوقت هن اغاني يلي هي تاثرت بموسيقتنا الشعبيه، أثرت بتراثنا، وصلت لأيامنا هي بشكل مختلف يمكن ولكن بنفس الروح وبنفس المبدأ. أصوات مرنمي دمشق اتحدت لتشدو وترنم وتدعو للمحبة والسلام من سوريا أرض الحضارات.